ماشي احنا في معرض بس محدش هتلاقي جايبها مش انا بس يعني عشان خاطر صحابها موجودين اكيد حضرتك عارفه صعب ان انا اجيب 10 من 400 صح 20 25 كده يعني عندك رحله الدم بجد؟ الدم مولانا احمد خالص رحله الدم بكام بقى؟ رحله الدم 35 ماشي هي اصلا بكام؟ 75 75 ليه؟ الاسبخيه مش هتشتري اي كتاب من المعرض اللي احنا بنبيعه هنا ب 10 هناك ب 5 واللي بنبيعه هنا ب 100 هناك ب 50 بدفع 40,000 جنيه عشان اقعد في 15 يوم ابيع زي ما بدفع 2000 جنيه في الشهر ايجار المكتبه هناك كده هغلي عشان الم الايجار بس بتتضحك بشكل دايم اي حد كده في حاجات مختلفه وبعدين سعرها رخيص ممكن تلاقي انت وحظك بس ليه؟ لان هو يجيب كتب كلها مع بعض ده مع ده مع ده لكن هناك ما هناك بيخصصوا كتب ادب كتب فصل هندسه هنا بقى كل واحد وحظه يعني حسب